الاوضاع هنا كيفاش تعيشوا في حي تضامن في فتره الحجر الصحي، فتره رمضان من غير مقاهي من غير مساجد كيفاش؟ والله باش نحكي لك بالضبط، النهار كامل تعدي راقد في النوم، تشبع بالنوم، تقوم بالعشيه تعمل دوره صغيره، ترجع تشق فترك، ترجع تدور كيف هكا، تلعب تروح شيش بيش مع الحبايبات الاصحاب، كان بعد تروح تشد الدار، مره تلفزه مره راديو، دي هذيك هي الحكايه. كامل رمضان بشيش بيش. بشيش بيش هكا مش عندنا نعمل صاحبي. تربح ولا يربحوك؟ ضربه بضربه. ديما رابحين اصحابي كل. ديما مغلوب. ديما مغلوب. ولا الاوضاع شنو؟ الاوضاع شنو وانا ناحي؟ الظروف. المادية. المادية كاسحة ياسر، تعبة برشا. مش مساعدات فمش شيء قايدته، وديما الكلمة ديما يبعثوها لي أنت غير معني بهذه الخدمة. حتى سمحت تقيد نمرو بطاقة تعريف في التليفون يقولوا لك أنت غير معني. أنت غير معني بهذه الخدمة، دونك معناها نهار اللي يجوا الأحزاب. كم مرة جربت؟ جربت تقريبا 10 15 مرة، والحاجة اللي ربحتها من الكورونا اللي حفظت نمرو بطاقة التعريف نتاعي كاهو. ما كنتش حافظه حفظته كالمده هذيك. انت غير معني بهذه الخدمه، دونك لك الاحزاب والدوله وكل شيء. اليوم ولا لا؟ اليوم ما جربت، ما عادش نجرب هذا هكا، ما عادش نجرب هكا. دونك معناها النهار اللي يجوا الانتخابات والاحزاب ان شاء الله نطلب من الشعب التونسي والشباب الكل الماخذاش هاك الاعانات والدوله، كان برشا محلات مسكره، القهوه جاي للريستورون، برشا حاجات. دونك نهار يجي حزب من الاحزاب يقول له انتخبني، يقول له انا غير معني بهذه الخدمه صاحبي، يرجعوا نفس الميساج. نرجعوا نفس الميساج وكاهو، وما عم يتيتموا، هاي قروضات منا، هاي اعانات منا، من كل بقعه وين الفلوس؟ نحب نعرف عليه. اللي اشهر معدوده مرت على الانتخابات، في الانتخابات جوكم وعدوكم؟ انا شعفت وشعفوا توبه، نقصوا صبعين المره الجاي، الصبع هذا اللي انتخبت بيا هذا باش نقصوا، لا حزب ولا رئيس. كان عندك امل في الصبع هذاك؟ اي كان عندنا امل، دونك ما عادش. اش مازال عارفك سكر عليك تليفون، طردك من الخدمه؟ ما طردنيش من الخدمه، ما عندوش الا غالب هذاك اهو. اش عندك تعمل؟ اش عندك تعمل؟ انا عايشين بالاحباب بالاصحاب الحمد لله، ستر ربي وكاهو، زواو ولا في بعضها وكاهو كاهو، الاحباب بالاصحاب. حتى ساعه ساعه تحشم باش تعدى لصاحبك تقول له اعطيني 10000 باش نشري دقاني ولا حاجه، تتلف تلقاه هو بطبيعته مسكين ربي يعلم بحاله. اش عندك تعمل؟ ها هذه بلاد توا ان شاء الله ربي. في فتره انتقاليه ما عندكش امل باش تغير الاوضاع؟ صعيب ياسر، الجماعه قاعده تعبي وكاهو، الجماعه قاعده تعبي وكاهو، عبوا كيف ما تحب، اما اليوم ماكش باش تهزوها نهار اخر معاك كاو يوفى الحديث. شنو بحي التضامن وحي الانطلاقه؟ البلاصه هذه متعودين يعني القهاوي محلوله في الليل، تخرجوا تتفرهدوا تبدلوا ساعه بساعه اخرى، كيفاش عايشين توا؟ والله توا خويا معناها فما شويه قلق فهمتني، مي الحمد لله خويا انا ازمه تتعدى ان شاء الله. توا فتره الحجر الصحي تمددت لل 11 على الاقل، معاش لل 8 خطوه باهيه. والله هي حاجه باهيه، مي ان شاء الله معناها ما تضرناش فهمتني، ما تساهمش باش ينتشر المرض فهمتني. كيفاش تدبروا روسكم؟ منين تاكلوا؟ منين تشربوا انت شباب؟ منين تصرف؟ منين تتكيف؟ منين تعمل قهوتك؟ منين؟ والله بصراحه مشكله هي هذيا، ديجا هما وعدونا ب 200 دينار وما فماش، نحن تويكا معناها اللي يعاونوا في دارهم، اللي ياخذوا في مصروفهم من عند دارهم كذا. وبالله كلمه نحب نوجهها للمسؤولين، بربي راهو ال 200 دينار رانا ماريناهمش، و كيما كومش باش تعطيونا ما تعدوناش وكا. طلباتك الاخرى انت؟ طلباتنا خويا ان شاء الله ربي تعدى الازمه هذه خويا، والخدم خويا فهمتني، وحاجه اخرى معناها ان شاء الله يحلوا لنا جوامع معناها، خاصه اللي وصلت العيد ان شاء الله. يعني تتمنى اني المساجد تفتح توا ترجع التراويح في العشر الاواخر من رمضان على الاقل؟ كي باش ترجع خويا، كي باش ترجع القهاوي، كيف ترجع معناها المجازانات حلت وكل شيء حل، زاد اخويا الجوامع خلت حل معناها، ماهيش باش تقف على الجوامع الحكايه فهمتني. نعملوا قهوينا في الدار، تعمل لنا العزوز القهوه العربي، رجعنا القهوه العربي فهمتنا، كنا نمشوا قهاوي، كنا نهبطوا شيش، كنا متفرهدين شويه، تو رجعنا القهوه العربي مع الدار فهمتني، والحمد لله كرسي في النهج، نضحكوا نفلكوا نلعبوا. ديجا حيتضمن تقول ما ثماش كورونا فهمتني، عادي الناس حتى في ذروة الكورونا عادي عايشين؟ عادي عادي، نخرجوا نكوروا نقابلوا بعضنا يعني، ايامات عادي
وانا قلت لك هذا من كله من فضل ربي سبحانه. برشا حاجات معناها تبدلت على التوانسه الكل، مش نحن برك، معناها الناس كلها تعيش في وضعيه صعيبه وان شاء الله ربي يخرجنا منها سلامات. الاكثريه الامور نفسيه وكاو ناس سيرتو الزواولة تجري على قوتها، واللي ما في حالوش يخمم على غدوه وعلى صغار وعلى قريتهم وعلى كل شيء. الأكثرية نفسية، يعني اليوم المواطن هوني يواجه في زوز حروب، حرب فيروسية بيولوجية وحرب نفسية. صحيح، على ذاك تعب ياسر، تعب والوضعية إن شاء الله إن شاء الله خير. إن شاء الله. غدوة خير إن شاء الله. والله شوف المنطقة هذه هي بطبيعتها حي تضامن، حي انطلاق، حي جمهورية. بالنسبة للشباب بصفة عامة. بطبيعته هو قاعد تو بتال وكل شيء، هاكا يخرج فهمتني اللي ما حكيت ما ثلاثة لأربعة، يعمل دوره، كان عنده قضية باش يقضيهم، من بعد يعاود بعد العشاء نتاعو يخرج، فما شكون يبيع فك القهاوي خلصة، ياخذ فما القهاوي خلصة، ما تحيروش، لا موجودة هكاك يا أخي باش نكذب عليك، ياخذوا قهاوي يجيو يبنكوا تحت الديار نتاعهم ولا في وين قدام القهاوي المسكرة، فما اللي يسهر حتى الآخر الليل، فما اللي يروح بكري، أنا واحد من الناس مثلا عمري ما خرجت كان الليلة من نهار اللي بدا غمزة. كان الليلة خايف ولا شنو؟ لا ولا ليه، عندي صغيرات يلزمني نقعد في الدار مع المدام ومع الأولاد، وما فماش خدمة، علاش باش نخرج؟ شوية تلفزة شوية إنترنت هكا هو. الأمور على العال. لا لاباس الحمد لله، حتى الخدمة ماشي ماشي والحمد لله وكا هو، باش نعمل هذايا حاجة ربي، حتى اللي فرج علينا ربي وكا هو. حسب ما نشوفوا فما ناس ملتزمة فما ناس مش ملتزمة. يا بريتو نحن حجر صحي شهرين ثلاثة وربي يقضى ولطف بينا والحمد لله رب العالمين. فهم لا ترويح لا قهاوي، كيفاش تقضيوا اوقاتكم؟ موالفين بالترويح وبال وبالصلاة والعبادات في رمضان السنة، تشوف الحجر الصحي ما والكورونا فهمني بون اي بروتيكسيون واحد هذاك اللي كاتب ربي سبحانه السنة، ان شاء الله ربي يعوض خير فيها خير ان شاء الله. وكو مش عادي اوقاتنا، اوقاتنا ماخذ الماجوريتي تاع الوقت في الديار، مش عاملين مش نمشيو فهم. وانا واحد من الناس بيريود يعني ما خرجش من الدار فهمني، ملتزمين يعني تبقوا في ما قالت الدوله وما قالوا الطب فهمني هكا. الحمد لله واحد انا واحد من الناس يعني الحمد لله يا رب العالمين، ناكل ونشرب ولاباس فهمني، عندنا زوج صغيرات الحمد لله يا رب العالمين فهمني. انا اسكن حديقه المنزل مش اسكن في التضامن، انا ديما هوني نجي هوني فهمني. العجله لهنا ناقص كان القهاوي محلي مش حسب ما نشوف انا فهمني، ناس دور تخدم ارواحها فهمني، ناس عادي جدا فهمني، خضره موجوده، لحم موجود، اللي فارماسي محلولين، ناس تداور تخدم ارواحها فهمني، ما فماش يعني ما ريناش. يعني الصباح فما بارتي في فتره تمر بها العباد يقضي وشوي خضره اللي ناقص حاجه في الدار، العشيه ساعتين تتقلص الحركة، تتقلص فهمني، تقلص كبير فهمني، الناس كلها تلتزم، تلقى العباد شوية هكا فهمني في الأحياء نتاعها فهمني، وأبريتو ولا باس اليوم زيرو حال. اليوم الثالث على التوالي صفر إصابات. الحمد لله. ياو إن شاء الله نقولوا القادم خير. لا عادي ما فما شيء كيما تونس كاملة. حضر صحي العباد تخرج فهمتني. ودور عادي ما بالاسم حضر صحي وكاو الحجر الصحي، الحجر الصحي الموجه امتد ل 11 نتاع الليل، يعني تقلص شويه. فرحان بالشيء هذا؟ لا عادي عادي، ما فرحان ولا مش فرحان، هو بيدو كيفاش هو بيدو معناها عادي، العباد تخرج بعد ال 11 عادي، يعني هوني مش ملتزمين معناها شكلا ال 11 ما فماش التزام. في بدايه حديثك قلت لي حتى القهوي محلوله، شنو فما قهوي محلوله؟ ياخذوا معناها العباد تاخذ تسربي قهاوي فهمتني عادي، مش اما تحت حسمس في النوار، في النوار في النوار موجود كل شيء موجود، حوانت محلوله، الخضاره موجود على طول الطريق هذا محسوب كله فهمتني، هكا ديجا موجودين تو نصب فهمتني، وتلقاهم العشيه الكل موفمو عاديه عادي كيما السائل الايام الاخرى، ما فما حتى مشكل. الاجواء طيبه؟ لا العاديه الحمد لله. برشا يقولوا اللي البلايز هذه في الفتره الصعيبه وفي ذروه الكورونا المساعدات ما جاتهاش، حتى الجمعيات الكبيره من الهلال الاحمر وغيرها ما وصلتش بالمساعدات هوني، حتى المساعدات تعطي فيها بالوجوه، صحيح؟
والله ما نكذبش عليك نسمع كلام اما ما عنديش الحق، فما عباد تحكي وكذا فهمتني، اما الواقع ما فما شيء، ما الكلام ساهل تو نحن العباد كل تحكي، اما ما ريتش الحق نتاع ربي معناها فما عباد وتحت حسمس موجوده اما كعباد معينين فهمتني، الكل تعاملات مع العمد فما عباد خذاو صحيح حسب ما يحكيوا، فما شكون خذاو معناها عن طريق العمد، العمده يمرش كيما تو الكارنيات الصفر والبيض فما برشا حالات العمده يدور في ايده، لا ما حسب ما يحكيوا حسب ما يحكيوا، انا خاطر ما عنديش الحق تاع ربي، اما فما عباد مستحقين ما خذاوش وفما عباد حسب ما يحكيوا فهمتني، فما شكون نعرف انا شباب وصغار وكذا وقادرين ويخدموا كذا وياخذوا و200 دينار وفما عندهم عائلات وما خذاوش. شباب حي التضامن وحي الانطلاقه بعد شقنا الفطر وفي فتره الحجر الصحي وفي فتره الكورونا، كيفاش عايشين؟ كيفاش يسقطوا؟ كيفاش عايشين بسلامات؟ يسقطوا هذاك كل واحد وتفكيره منين يجيب ومنين ينتج فهمتني، ولا باس الحمد لله رحمنا ربي سبحانه. قاعدة توصلكم المساعدات؟ قاعدة ولا ايش باش نقول لك انا، المساعدات ثم اللي توصل له ثم اللي ما توصلوش فهمتني، وثم العياش وثم المش عياش، ثم تحت السفر وثم فوق السفر. اللي تحت السفر قاعدة توصلهم مساعدات؟ الدولة قاعدة تتفقد فيهم؟ الجمعيات الكبيرة الهلال الاحمر وغيرها قاعدة توصل هوني؟ ان شاء الله يا ربي يخزروا لهم ويرحموهم وهذا شهر رمضان شهر فضيل تو معناها واحد تو الواحد تو تفرهد وكل شيء، اما قبل واحد لي معناها ديما واحد معناها يدور شوي ويشد الدار ثمانية تشد البيت ثمانية واحد شد البيت، ديما واحد معناها نتبع القانون فهمتني، وديما الحمد لله معناها ديما لاباس. بالنسبة للمعيشة هوني كيفاش تتصرف؟ المعيشة باهي لاباس عليه في نكتبوا الحمد لله، ديما واحد لاباس معناها حياة دم ديما لاباس، ديما عندك حياة دم حياة تليق معناها لهنا والفوق ديما لاباس. تعاونوا في بعضكم ولا الدولة تعاون فيكم؟ لا نحن نعاونوا في بعضنا تو كامل الخضر نعاونوا في بعضنا، نحن يجينا واحد زوري خويا نعاونوه نحن فهمتني، وثما خويا شكون ساعات ما ساعات ما يخلوكش لهنا فهمتني، اما ثما معناها نقول احنا جماعة حياة تليق وجماعة حياة دم متفاهمين متفاهمين بكدا بكدا.